الحادث حادث إرادي تسبب فيه أحد حسب المعلومات اللي بلغتني يعاني من اضطرابات نفسية وعصبية. قام بهذا الحادث، الحادث رهن التحقيق على مستوى المصالح الأمنية، فيما تكفلنا شخصيا وبأمر من السيد والي الولاية تكفلنا بإيواء هذه العائلات الثلاثة داخل بيوت صحراوية. الحريق منزل جاهز بالمكان المسمى فلفلة دائرة سكيكدا، حيث تم السيطرة على هذا الحريق وتم تسخير 4 شاحنات إطفاء وزوج سيارات إسعاف وأكثر من 20 عون للسيطرة على هذا الحريق. كما أيضا تمكنا من منع انتشار النار نحو المدرسة الابتدائية المجاورة لهذه المساكن، وتم تسجيل خسائر مادية معتبرة في هذا الحريق.